يا لا 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 يا لا 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 مش هقول ولو ده مشهد ده مصيبة سودة. ما تمسكليش الورقة، أنا حافظة الكلام بس مش حافظة اللحن. لا أنا ما أعرفش أشتغل بالعصبية دي. جان الأسمر جان وافتكر زمان. يا ليل يا ليل. أه يا محروس. أنا جايلك يا حبيبة القلب. I'm coming محروسة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النهار اسود. ده حطه هنا ده. إسحاق المصري يجلس مع الناس يقعد بجانبي ويفكر مدخل شمسة بطبق الفاكهة. تفضل يا أستاذة. شكرا. ماذا بك يا موسلي؟ أراك حزينا. آه ثم آه. سلامتك من الآه يا موصل. لقد اقترب موعد حفلة الخليفة والشاعر الذي وعدني بالنص لم يأتي حتى الآن. لا تخف يا موصلي، إنني سوف أساعدك. كيف يا شمسة؟ أعرف أنك لا تغني أو تلحن إلا شعرا مشهورا، ولكن ما رأيك إذا كان قائل القصيدة من تحب؟ بالطبع. سوف أبدع في اللحن والأداء بالتأكيد يا شمسة. يا موصلي، لقد كتبت قصيدة سوف يتحدث عنها كل العرب والفرس. والروم. والفرس. عندي والفرس. معقولة؟ والروم والروم. فرس والروم. كل العرب والفرس والروم. طيب. ما رأيك؟ طيب نقول الصفحة الأولى ده نسجلها ممكن؟ عيني. أوكي. قول يا حبيبي، ماذا بك يا موصلي أراك حزينا؟ ماذا بك وليس ماذا بك؟ ماذا بك يا موصلي أراك حزينا؟ ماذا بك يا موصلي أراك حزينا؟ لا أنت اديني تشكيل بس مش أداء بعد إذنك. تفضل يا أستاذ. ماذا بك يا موصلي أراك حزينا؟ آه ثم آه. سلامتك من الآه يا موصلي. سلامتك من الآه يا موصلي. ما أنت قلت سلامتك. ما أنا قلت سلامتك. يعني كان طلعت منها سلامتك، يعني كان سلامتك من الله يا موصلي. لقد اقترب موعد حفلة الخليفة والشاعر الذي وعدني بالنص لم يأتي حتى الآن. لا تخف يا موصلي، إنني سوف أساعدك. كيف يا شمسة؟ أعرف أنك لا تغني أو تلحن إلا لشاعر مشهور، ولكن ما رأيك إذا كان قائل القصيدة من تحب؟ قائل القصيدة من تحب. بالطبع سوف أبدع. صح ولا غلط؟ سوف أبدع في اللحن والأداء بالتأكيد. يا موصلي. نعم. لقد كتبت قصيدة سوف يتحدث لقد عنها. لقد كتبت قصيدة زي ما قال لك الأستاذ سوف يتحدث عنها كل العرب والفرس والروم. ماذا بك يا موصلي؟ أراك حزينا. آه ثم آه يا شمسة. هذه سلامتك. سلامتك من الآه يا موصلي. لقد اقترب موعد حفلة الخليفة والشاعر الذي وعدني بالنص لم يأتي حتى الآن. لا تخف يا موصلي، إنني سوف أساعدك. كيف؟ أعرف أنك لا تغني أو تلحن إلا لشاعر معروف. عفوا، في هنا بدلع شديد وابتسامة ضاحكة. السيناريو المين يعني؟ والله بدلع شديد وابتسامه ضحك. عيني ادمجي الكلام مع الضحك معنا. حاضر يا استاذ.
أعطيك من عندي. كيف؟ لا دي واحدة معلش، بس أداء الرجل في الدلع غير أداء المرأة. أنا مش طيب صح. من اللي بتكلم شمسة؟ لا شمسة طبعا هي. أنا أقول لك كيف؟ أعرف أنك لا تغني أو تلحن إلا لشاعر معروف، ولكن ما رأيك إذا كان قائل القصيدة من تحب؟ هو ذا الدلع؟ آه ما فيش غير كده. لا إيه رأيك؟ سمعت عن عنتر وعبلة؟ آه قيس وليلى؟ حسن ونعيمة؟ أيوة. ألمز وعبد الحمولي؟ شمسة والموصلي؟ لا شمسة والموصلي في العراق، هو نفس الكلام. ما هو في العراق بقى دي صعبة قوي. يا عيني ماذا بك يا موصلي أراك حزينا؟ أيوة. ماذا بك يا موصلي أراك حزينا؟ هي تقول كده زي حضرتك؟ ايه انا اقول زي الباشا؟ ان ظبط بالله لا شيء. هن ثم كمل بقى وانا اسمعك عشان يخش هنا. ماذا بك يا موصلي أراك حزينا؟ هن ثم سلامتك من الآه يا موصلي. طب ما هي لغة عربية دي. ماذا بك يا موصلي أراك حزينا؟ أراك حزينا. هن ثم هتقول انت سلامتك من الآه يا موصلي. ماذا بك يا موصلي أراك حزينا؟ حزينا سوري طلعت لساني. حزينة. معلش معلش بالراحة عليا، انا اول مرة اعمل ده. أراك حزينا. حزينا اوكي. ماذا بك يا موصلي أراك حزينا؟ ثم يا شمسة. سلامتك من الآه يا موصلي. لقد اقترب موعد حفلة الخليفة والشاعر الذي وعدني بالنص لم يأتي حتى الآن. لا تخف يا موصلي، إنني سوف أساعدك. كيف يا شمسة؟ أعرف أنك لا تغني ولا تلحن إلا لشاعر معروف. تفضل. أنا اللي تفضل. طبعا. بس خلينا ندق. دق. خلينا ندق حزن شوية. عيطي. دق. اعملي أي عياط أي شيء يعني. عياط لا، أنا لو فتحتها مش هتخلص. يا ريت تفتحيها. ماذا بك يا موصلي أراك حزينا؟ ثم سلامتك من الآه يا موصلي. لقد اقترب موعد حفلة الخليفة والشعر الذي وعدني بالنص لم يأتي حتى الآن يا شمس. لا تخف يا موصلي، إنني سوف أساعدك. ماذا تقولين يا شمسة؟ سوف أساعدك. أعرف أنك لا تغني ولا تلحن إلا لشاعر مشهور. هذا صحيح. فما بالك إذا سوري فما بالك في النص. ماذا بك يا موصلي أراك حزينا؟ الترنيم من عند من تحت أمرك. من عند العود تحت أمرك. مشان الراقوة. يلا استعداد. خمسة.
طب انت مش انت في عندك مسؤولين عن الراكور على الحاجات هذه يعني؟ ما انا دخلت السلسله، انت ادرى بحاجتك. انا دخلت السلسله. لا مش ادرى بحاجتك، يعني حاجات كتير يعني بنسى كل حاجه، لازم اتذكر اشيل. معلش انت راجل فنان. نعم فنان. الله يخليك. شكرا جدا. بس على كل يعني اذا كان بدك تقول لي على الشغلات هاي، انا لما قلت لك خليني اجيب معي مساعد مخرج انت رفضت مشان ما تدفع مصاري. ادفع ايه؟ ادفع ايه؟ مصاري فلوس. فلوس يعني لما قلت لك لا رجاء. قلت لك انا بدي برادس. برادس؟ الاخت بتسبنا يا استاذ. يعني انا بنتهزى احنا هنا ولا ايش؟ برادس يعني ايش؟ برادس يعني فلوس باليوناني. لو تكلم احنا بنشتغل لغه عربيه. معلش معلش برضه يعني. معك كلمتين يوناني يا دوبك. طيب خلاص خليهم بالتفضيل. ماذا بك يا موسلي؟ أراك حزينا. آه ثم يا شمس. سلامتك من الآه يا موسلي. سلامتك من الآه يا موصلي. شكل الموصلي مش هيطلع من الاستوديو هذا. ممكن بالراحة شوية من فضلك؟ بالراحة. شكرا. أنا أحب الراحة أوي. وأنا زيك. طيب. ماذا بك يا موسلي؟ أراك حزينا. أهن ثم يا شمس. سلامتك من الآه يا موسلي. لقد اقترب موعد حفلة الخليفة والشعر الذي وعدني بالنص لم يأتي حتى الآن. لا تخف يا موسلي، أنا سأساعدك. كيف؟ أعرف أنك لا تغني ولا تلحن إلا لشاعر مشهور، ولكن ما رأيك إذا كان قائل القصيدة من تحب؟ بالتأكيد يا عبا سوف أبدع في اللحن والغناء. بالتأكيد يا شمس. هذا مو أنا شفتك تحية حمدي يا أبا، شفتك أنا قبل كده. أمل إبراهيم. أمل إبراهيم. يا موصلي لقد كتبت قصيدة. يا موصلي لقد كتبت قصيدة. يتحدث عنها كل العرب. يتحدث عنها كل العرب. والفرس. والفرس والروم. خلاص يا أبا زين. ماشي يا أستاذ. ماشي يا أستاذ. اسم حضرتك إيه؟ ها؟ اسم حضرتك؟ محمود. أستاذ محمود. ماشي كده؟ أهلا وسهلا. ماشي. يابا بتذكر يا مو فين في اعمالك يابا؟ انا شفت وجهك بس يا حبيبي خلينا في دوبك. لا زين يابا عشان اتذكر شنو هالكلام. معلش معلش مش مشكله. قول يابا. خليك في الصفحه دي. الصفحه الاولى. يا موسلي لقد كتبت قصيده. القصيده ايه؟ قصيده. يا موسلي لقد كتبت قصيده. قصيده 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 سوف يتحدث عنها العرب والفرس والروم. إذن يا يلا حبيبي تاخد دي يا استاذ الاول من فضلك عشان اللي بعد كده معك عيكه خالص. خلي بالك اقرا بقى حضرتك الكلام ده. وتميس بين معصفر ومزعفر ومكفر ومعنبر ومصلنل كبهاره في روضه او ورده في جونه او صوره في هيكل. جميل. الله. هيفاء ان قال لها الزمان هيفاء ان قال لها ان قال الزمان لها انهضي قالت روادفها اقعدي وتمهلي. يابا هذا شعر عظيم هذا. طبعا بس صعب يتقال حفظ. يابا ممثله محترفه انت يابا تقولي اي شيء. شنو هذا الكلام من غير شون؟ والله يابا انا ماني شايف الاداء ضعيف من اول مشهد لاخره بصراحه يعني. ضعيف ضعيف الاداء يابا. انا مش متخيل الاخت هذه تمثل دور شمسه نهائيا يابا جد. ممكن نتابع؟ اول مره تشتغل تلفزيون. شنو هذا؟ صبر حلو.
كان يجي مني حاجة؟ تكلمي مدير الانتاج لا تكلميني انا. زين؟ حاضر حاضر. زين؟ زين يا اخويا زين. والتميس بين مصفر ومزافر. الله. قولي. الله. وتميس ايه بقى يا سيدي؟ اللي انت قلتها؟ والتميس بين مزافر معصفر ومزافر. والتميس بين معصفر ومزافر. تفضل يا ابو. تفضل حبيبي. يا ابوي دورك هذا شنو؟ مو دوري انا. معلش انت قول اخذ منك النغمة. والتميس بين معصفر ومزافر. والتميس بين معصفر ومزافر. ومكفر ومعمبر ومصندل. ومكفر وم وم ايه؟ والله ما له علاقة بالطرب يا باشا. شنو هذا صوت هذا؟ صوت يمثل ممكن. ماشي يا مجد يا أيمن. ومكفر ومعمبر ومصندل. ومكفر ومعبر ومصندل. كبهارة في روضة. كبهارة في روضة. ممكن تغني بدون نشاز لو سمحتي؟ لا ما اعرفش انا ما درستش. لو سمحتي نشاز ما نبغى. يعني ايه نشاز؟ انا مش فاهمه زي ما انت بتقول. انا بقول لا شنو يا ابا؟ في مقام يبقى في موسيقى. لا ما اعرفش معلش انا باخد. كبهارة في روضة. امنت بيك يا رب. امنت بيك بذمه النبي. واحده عمرها ما غنت هتجيب اللي انت قلته ده ازاي؟ يعني انت بتعجزني؟ تعجزك. امال هذا موال معروف يبقى كده. غنيه انت يا اخوي. كلم المخرج. انا غنيه انت. والله يا ليت اغني واخلص يا اسطى. مالك متحامل عليا ليه؟ غنيه انت. لا ادائي نافعك ولا كلامي نافعك. يعني الراجل اللي فوق ده اللي بره ده مش فاهم عشان يحط امل ابراهيم وتتكلم وتقول اداء. اداء هزفت من اول المشهد لاخره وبلعتها وقلت لك شكرا. ايه يعني اشاريني؟ لا اله الا الله. ايه حكايتك بالظبط؟ عايز افهم. يلا قولي الموال نخلص. لا قول انت وانا اسمعك. على فكره انت صوتك مش حلو بس انا جميلتك. امي قالت لي كده. انت راجل مطرب وبتمثل سبع صنايع في ايدك. لا لا والاكثر وازيدك من الشربات. يا ريت. قاعد اسوي فيك مقلب من اول المشهد الى اخره. هذا لا تمثيل ولا نيله، ده مقلب وقاعد المقلبك طول المشهد. كوني اني دخلت ولقيتك ده اقرب يعني اكبر مقلب خدته. بس كفايه قوي صدقني. بسم الله الرحمن الرحيم. جمهوري العزيز، طبعا دي كانت مفاجأة بالنسبة لي ان انا اشترك في المقلب ده او يتعمل فيا المقلب ده، وبعترف ان دي اول مرة يتعمل فيا مقلب. طبعا الزميل العزيز اللي قام بالدور الاستفزازي اللي عمله معايا، انا مستنيه بره الاستوديو على فكرة. هدور فيه الضرب يعني ان مرجعش البلد ويعرف ان انا السبب. حكوا الودان والاثنين. وكل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم بخير يا رب، وعلى كل أهليكم وحبايبكم بسعادة والصحة، وتبقى سنتكم كلها حب في حب. أمل إبراهيم.